من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص بجانب الحكومة من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة. جاء ذلك خلال لقائه وفدا من أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، وأشاد ببعثات طرق الأبواب الموفدة من الغرفة بشكل دوري من الولايات المتحدة. ولفت مدبولي إلى أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم أي حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص وتوفير الأراضي للشركات الجادة لإقامة المشروعات عليها، وكذا منحها الرخصة الذهبية. من جانبهم، أكد أعضاء الغرفة أنهم حريصون على التواصل مع الحكومة المصرية، خاصة قبل سفر بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام.